العام الماضي كان عندنا 1.5 مليون، 1.5 مليون مروي، يعني أراضي مزروعة 1.5 مليون دونم. نعم. مزروعة من خلال نهري دجلة والفرات. نعم. المياه السطحية. وكان إنتاجنا لا مياه الأنهار 1.5 مليون. نعم. وكان إنتاجنا 500. الآن 1.5 مليون صارت 1.5 مليون، قلت المروية من خلال الأنهار، إنتاجنا زاد 6.5 مليون. هذه الزيادة منين؟ هذه الزيادة كلها من خلال المرشات. يعني أنا في أحد المحافظات يوم أمس التقيت بهم، محافظة واحدة عندهم زيادة 100,000 دونم من خلال المرشات. 100,000 دونم محافظة واحدة. أي محافظة؟ محافظة النجف الأشرف. ما شاء الله، جيد. 100,000 دونم خلال سنة زادت من خلال المرشات. جزء من عدها كبير احنا وفرنا، وجزء الآخر القطاع الخاص.